عرفانا بالمآثر البطولية التي سطرها الشهداء، وللتخفيف من معاناة أسرهم دشن بمدينة المكلا توزيع السلال الغذائية ل 761 أسرة من أسر الشهداء بمحافظة حضرموت. سنحرص على تسليمها إلى أيدي مستحقيها في الحال بإذن الله. هذا عمل كريم وعمل مشرف للمجلس، وهو من ضمن مسؤولياتنا رعاية أسر الشهداء. نشكر الأخ الرئيس القائد بالعناية برعايته هذا العمل الطيب بإذن الله، وبإذن الله تكون هناك دورات ومنح دراسية لأبناء الشهداء. تهدف هذه المساعدات للتخفيف من معاناة أسر الشهداء جراء الظروف المعيشية الصعبة إثر تدهور قيمة العملة المحلية والارتفاع الفاحش لأسعار السلع. ونحن مهما عملنا لن نقدر أن نوفي حق الشهداء، ولكن هذا لفتة كريمة من الرئيس القائد الواعد روس الزبيدي، بأن بالأمس كنا وزعنا الحقيبة الدراسية لكافة الأبناء الشهداء المتزوجين، واليوم السلة الغذائية التي احتوت حوالي 80 كيلو الوزن السلة الواحدة، وهذه حاجة جميلة جدا عن الرئيس أن يذكر شهدائنا دائما كما رأيته. المنحة جاءت بتوجيهات من الرئيس عيدروس الزبيدي، وسيجري توزيعها على أسر الشهداء في 22 مديرية من مديريات المحافظة. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.